السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. نتواصل معكم في هذا البرنامج الرياضي لغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وأيضا خارجها، ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة اليوم نأخذكم في جولة سريعة كالعادة في عالم السوشيال ميديا. طبعا مشاهدينا في البداية نحب نذكركم أن يمكنكم التواصل معنا عبر هاشتاج البرنامج في تويتر صوت الملعب، والحين خلنا نستعرض معكم أبرز التغريدات والبوستات اللي اختارها لنا فريق العمل. التغريدة الأولى من حساب الاتحاد البحريني لكرة اليد، ومن فيها تعيين المدربين الوطنيين علي العنزور ومساعده محمد عبد النبي لقيادة منتخب السيدات في الاستحقاقات القادمة، ألف مبروك تعيين لهم وأيضا أمنياتنا لهم بكل التوفيق والنجاح في الاستحقاقات والمشاركات الممثلة عن مملكة البحرين. التغريدة الثانية من حساب سيد الملاعب يقول فيها: ألم يحن الوقت لفتح الأبواب مجانا لجماهير الأندية؟ استفسار موفق أمانة. نروح للتغريدة الثالثة من حساب نادي ريدينغ الإنجليزي يقول فيه: نبارك للعماني علي الحبسي حصوله على جائزة أفضل لاعب للموسم للمرة الثانية على التوالي، أداء والتزام واحترافية وتواضع كسب به حب الجميع. ألف مبروك طبعا لعلي الحبسي. والآن ننتقل مشاهدينا إلى حسابات أو البوستات الإنستغرام، والبوست الأول من حساب رابطة جماهير نادي الأهلي اللي تحتفل بيوم عيد ميلاد لاعب فريق الطائرة محمد عنان. كل عام وانت بألف خير يا بطل، وإن شاء الله تكون سنة خير وسعادة، ونشوفك إن شاء الله تمثل مملكة البحرين في أكبر المحافل الرياضية الخارجية. البوست الثاني من حساب راصد الجماهير يقول فيها: نادي الرفاع يعيد إحياء لعبة كرة السلة. تغريدة غريبة نوعا ما، ولكن أمنياتنا أيضا لنادي الرفاع بالتوفيق إن شاء الله في هذا أو هذه التجربة الجديدة لإحياء لعبة كرة السلة في النادي. البوست الثالث والأخير من حساب تايجر سبورت يقول فيها: ناتشو عندما كنت بعمر 12 عاما قيل لي أنه لا يمكنني ممارسة كرة القدم بسبب مرض السكري، لكن المرض لم يحرمني من لعب كرة القدم، والآن هو من أفضل لاعبين كرة القدم في الساحة العالمية وليس في الساحة المحلية. والآن ننتقل معكم إلى الأخبار المحلية. ضمن فعاليات دورة ناصر بن حمد الثالثة للألعاب الرياضية أقيمت بطولة الدراجات الهوائية بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث تمكنت النسخة الأولى من هذه البطولة استقطاب مجموعة كبيرة من ممارسي رياضة الدراجات الهوائية الحاليين ومن الرعيل الأول ومن جيل المستقبل الذين استفادوا إلى حد كبير من الأجواء التنافسية والتسهيلات النوعية التي حرصت اللجنة المنظمة على توفيرها. إضافة الدراجة هذا العام الحمد لله استطعنا أن احنا نحقق أهداف كثيرة من خلال إدراج عدة سباقات في نفس اليوم، وشفنا طبعا كل السباقات كانت الحمد لله سباقات عالية المستوى، وأول نسخة أعتقد أن احنا الحمد لله حققنا النجاح اللي احنا نتطلع له. قدرنا إدراج سباق للسيدات، سباق للهواة، الفئات السنية، الفرق للعموم. الشكر والتقدير إلى صاحب هذه الفكرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللي وجه من أول دورة للألعاب الرياضية الشاملة أن ندرج أيضا الدراجات، والحمد لله اليوم قدرنا ندرج الدراجات في هذه الرياضة، ونعتقد النتائج الإيجابية والفرحة اللي أشوفها على وجوه اللاعبين واللاعبات بلا شك هو محل تقدير للجميع. يعني كنا نأمل نصير سباق بهذه الزخم وهذه القوة من قبل فترة يعني في البحرين، خصوصا لأن فئات المنتخبات ما صار لنا هالشيء، فصار إعداد تام لهذا السباق كأنه بطولة خليج بل أكثر، وإن شاء الله نأمل
مثل هذه السباقات على طول عشان نرتفع المستوى ونحقق نتائج أكثر على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي. استضافت كازاخستان النسخة السادسة من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء النسخة الخامسة من البطولة التي أقيمت في الهند، والتي شهدت البطولة التي تقام للمرة الرابعة على التوالي خارج مملكة البحرين شهدت فوز المقاتل الدار الداروف بطل منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، وذلك بعد فوزه في النزال الرئيسي على البرازيلي هنريك غوميز. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، اختتمت بطولة البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلطة والملاكمة، والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث شهدت البطولة مستوى مميز من المقاتلين المشاركين بالإضافة للحضور الجماهيري اللافت طوال فعاليات البطولة. في الجولة الجولة قبل الأخيرة من مباريات دوري فيفا لكرة القدم، حافظ فريق البحرين على حظوظه في البقاء ضمن صفوف الكبار بعد تغلبه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما اقترب الحال كثيرا من الهبوط بعد خسارته أمام فريق الرفاع الشرقي بهدف نظيف. وفي اللقاء الآخر الذي أقيم على استاد النادي الأهلي، تعادل فريق المالكية مع منافسه النجمة بهدفين لمثلهما، وقد سجلت جميع الأهداف سجلت جميع الأهداف خلال مجريات الشوط الأول، وبهذه النتيجة باقي المالكية في صدارة الترتيب العام بفارق 4 نقاط عن فريق المحرق الذي تبقت له مواجهتين، فيما أنعش النجمة أماله في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع متساويا مع البحرين، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أصحاب المركز السادس والسابع فريقي الرفاع الشرقي والأهلي. اتحاد الريشة الطائرة والسكواش نظم بصالة نادي ألبا الرياضي البطولة الأولى للسيدات في الريشة الطائرة، والتي جمعت بين منتخبنا الوطني وفريق جدة السعودي، حيث مثل منتخبنا الوطني بهذه البطولة كل من اللاعبة دانا علي واللاعبة آلاء محمد، بالإضافة للاعبة زهراء العفو، وقد شهدت البطولة مستوى مميز من اللاعبات سواء بمسابقة الفرد أو الفرق. دوري المراكز الشبابية لكرة القدم انطلق وسط مشاركة مميزة وقوية من المراكز. الزميل عمر عبد السميع تواجد في الدوري وزودنا بالتقرير التالي. بتنظيم مميز من وزارة شؤون الشباب والرياضة وبمشاركة فاقت التوقعات، انطلق الدور التمهيدي لدور المراكز الشبابية والتي تقام على ملعب نادي سار الثقافي والرياضي. طبعا دوري المراكز الشبابية يضم مجموعة من الشباب البحريني يمثلون 20 مركز شبابي متوزعين على جميع محافظات مملكة البحرين
اليوم الثالث لمرحلة الإياب، راح يتأهل من هذه المرحلة 10 مراكز شبابية يلعبون بنظام الدوري الكامل، وطبعا هو دوري راح يكون طويل ومثمر وأثمر عن مجموعة من المواهب الشبابية. مختلف الأعمار والطموح واحد، لاعبين قدامى وآخرين في ريعان الشباب جمعتهم كرة القدم وروح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة في هذه النسخة. مركز القادسية يعني يجمعناهم بسرعة، وتعرف الأعمار يعني الفريق اللي ضدنا صغار صغار وايد صغار، بس الشباب ما قصروا الصراحة، يعطيهم العافية. الشوط الأول غالبين 1-0، وإن شاء الله يواصلون الشوط الثاني، وإذا تأهلنا إن شاء الله بنعد إعداد أقوى، لأن إحنا ما عدينا يعني في حق هالبطولة ما عدينا، تجمعنا بس بسرعة بسرعة وينا لعبنا. إن شاء الله إن شاء الله نتأهل نغلب هالمباراة، وإن شاء الله استعدادنا يصير أحسن. البطولة ما شاء الله من أحسن ما يكون، وأجواءها من أحسن ما يكون، ومن هذا المنطلق حابين نشكر القائمين على هالبطولة وتلم الجميع هالبطولة ما شاء الله، وإن شاء الله الأيام القادمة نشوف الأحسن والأحسن. من جانب سلامة اللاعبين، كان لابد من تواجد مسعفين على مدى أيام البطولة. هذا الأمر إن دل على شيء فلا يدل إلا على حسن التصرف من الجهة المنظمة، خاصة أن هؤلاء الشبان ليسوا من ذوي الخبرة. المفترض أن يكون في كل فريق في علاج طبيعي، بس مثل ما حضرتك تفضلت معظم الفرق فرق متواضعة واللاعبين معظمهم ما عندهم لياقة، فعشان على هالأساس أنا أكون متواجد. أنا في الأساس بالإضافة إلى علاج طبيعي أنا مسعف طبي، في حالة لا سمح الله لو صار شيء لاعب أغمى عليه أو شيء يكون أنا متواجد. عندما تتواجد في هذا المكان سيكون من السهل ملاحظة روح الشباب. الدور التمهيدي لدور المراكز الشبابية انطلق، والكل يحمل أملا بأن يكون أول المتأهلين. من نادي صار الثقافي والرياضي، عمر عبد السميع لبرنامج الملعب. طبعا مشاهدينا تعرف اكثر على منافسه دوري المراكز الشبابيه لكره القدم، يسعدنا ان ينضم معنا في الاستديو السيد نوار المطوع مدير اداره الهيئات والمراكز الشبابيه ووزاره شؤون الشباب والرياضه. مساك الله بالخير ابو عبد الله. مساك الله بالخير اخوي حازم، ومشكورين على هالاستضافه. بدايه مبارك لكم نجاح هذه البطوله، مستويات بالفعل مثل ما شاهدنا خلال التقرير جميلة، وأيضا مشاركة واسعة من جميع المراكز الشبابية وحضور جماهيري لافت. شنو اللي يميز هذه البطولة من غيرها من البطولات اللي تقيمها وزارة الشباب والرياضة للمراكز الشبابية؟ مشكور أخوي حازم. مثل ما تعرف وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوجيهات من سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة طرحت فكرة أن نقامة أول دوري للمراكز الشبابية. هذا الدوري بيكون على الملاعب المكشوفة على العشب الطبيعي والعشب الصناعي. دورينا هذه المرة يختلف عن المسابقات والبطولات اللي كنا نسويها قبل. كنا قبل مركزين على دوري الصالات، مركزين على البطولات الشاطئية. هالمرة لا، طلعنا بدوري طويل، دوري بيستمر لشهر 8 بمشاركة 20 مركز شبابي. الدوري انطلق في أبريل، عندنا 20 مباراة إخراج مغلوب. العشرة اللي بيتأهلون من هذه المباريات هم اللي بيلتحقون في أول دوري للمراكز الشبابية اللي بينطلق إن شاء الله. يعني هو نظام تصفيات الآن. أي نعم. دور تمهيدي، والعشرة راح يلعبون في الدوري الرئيسي. أجرينا قرعة للعشرين مركز شبابي المشارك في هذه البطولة، لعبوا مباريات ذهاب وإياب. هالمباريات مستمرة بتنتهي إن شاء الله يوم الخميس، قبل غالي انتهت مبارتين اليوم. العشرة اللي بيتأهلون بيلتحقون في أول دوري للمراكز الشبابية اللي بينطلق إن شاء الله في الأسبوع الأول من مي، وبيستمر ان شاء الله لشهر 8. زين، ننتقل الى الشعار ابو عبد الله، دورينا. سبب وراء اختيار هذا الشعار لهذا الدوري؟ انا كتبت في تويتر من قبل كم يوم، كتبت ان دوري المراكز الشبابيه لكره القدم هو دوري اللحمه الوطنيه، هو دوري الروابط الاخويه، هو دوري ابناء الوطن الواحد. مثل ما تعرف اخوي حازم، لو تمر علينا يوم بس في الملعب بتشوف كل البحرين موجودين في هالمكان.
600 لاعب من مختلف مدن وقرى البحرين موجودين في أول دوري للمراكز الشبابية. لاعبين من بوري يلعبون في الزلاق، لاعبين من سترة يلعبون في سافرة ويلعبون في سلمى بارك، لاعبين من ديمستاني يلعبون في فرق ثانية، يعني كل البحرين قاعدين يلعبون في فريق واحد. احنا سجلنا 30 لاعب في كل قائمة فيها 30 لاعب، ويحق كلهم من منطقة واحدة، يعني مثلا لاعبين الشخورة كلهم من الشخورة، وللمركز لا يحق انه يسجل 8 لاعبين من برا المنطقة. الهدف من هذه الشيء احنا مو بالهدف ان ندور لاعبين وندخلهم، لا، الهدف ان نجمع كل ابناء البحرين في مكان واحد في ملعب واحد لإقامة هذه الدوري. نعم، يعني ابو عبد الله، من خلال ما شفناه او من خلال كلامك ايضا، ان المشاركة الواسعة واحتضان هاي الشباب خلال ملعب واحد من مختلف قرى وايضا محافظات البحرين هو الهدف الرئيسي. شلون شفت التفاعل خلال حضورك من بينها؟ انا دائما اتواجد في الملعب يوميا. بصراحه يعني انا جدا حزين على المراكز العشره اللي بيطلعون، يعني من نظام البطوله، يعني ودنا نسوي دوري حق 20 فريق بس بصراحه متعبه بتكون طويله، بس العشره يعني ان شاء الله كبدايه. بصراحه هناك تنافس شريف بين المراكز، يعني هناك تعارف فيما بينهم، هناك منافسة قوية، يعني إخراج المغلوب من البداية، يعني أنت داش بطولة قوية، يعني ما بتقول بالعب وعقب بتشوف إذا فرصة ثانية وثالثة، لا، أنت داش من البداية إخراج مغلوب، يعني ذهاب وإياب. بعد يعني في تفاعل. إيه نعم، يعني حتى قبل أن أول ما أعلننا إطلاق مبادرة الدوري، المراكز الشبابية بدأت تستعد حق هذا الدوري بصورة مكثفة. لو تدخلون على حساباتهم في الإنستغرام بتشوفون مدى استعدادات المراكز الشبابية وتمارينهم واستعداداتهم لهذه البطولة. هذه اللي خلانا نتشجع ونهتم أكثر بهذه البطولة. لا، بعد ما سنت يعني مثل ما تعرف، يعني تنفيذ هذا الدوري تنفيذ لتوجيهات سمو الشيخ ناصر، اللي دائما ما يحث الوزارة على الاهتمام بالمراكز الشبابية باعتبار المراكز الشبابية هي الوجهة الأولى للشباب في مملكة البحرين. وإن شاء الله يعني دورينا بينطلق إن شاء الله في مايو. الدوري اللي هو عبارة عن 10 مراكز شبابية بيستمر لشهر أغسطس. من بعد شهر أغسطس بنبتدي دوري سمو الشيخ خالد لكرة قدم الصالات النسخة الخامسة، بيكون مدة شهر كامل. بعد ما نخلص دوري سمو الشيخ خالد بنبتدي كاس المراكز الشبابية اللي هو كاسنا، بنخلص من دورينا بنروح كاسنا. الكاس هو أول 8 متأهلين من الدوري بيدخلون في مسابقة كاس إخراج مغلوب، وبينطلع بطل الكاس. بعد ما نحصل بطل الدوري ومع بطل الكاس ان شاء الله بمناسبه اعياد مملكه البحرين او بمناسبه احتفالاتها باعياد المملكه في ديسمبر بنسوي كاس السوبر لاول مره بين المراكز الشبابيه. نعم، عبد الله، عام في اهتمام كبير بالمراكز الشبابيه، السر وراء هذا الاهتمام؟ السر وجود وزير يهتم بالشباب في البحرين، يهتم بقطاع الرياضه في البحرين. بصراحة توجيهات سعادة الوزير لنا دائما تحفزنا للإبداع، دائما تحفزنا للجديد، دائما يحفزنا للتميز. أطلقنا هذه المرة أكثر من مبادرة، أكثر من برنامج، من ضمنهم دوري المراكز الشبابية. إذن خلينا نرجع ورا شوي أبو عبد الله، نتكلم عن استعداداتكم لهذه البطولة. شو كانت استعداداتكم، تحضيراتكم لإقامة مثل هذا دوري يعتبر الأول من نوعه ويحتاج إلى تنظيم، يعني تقدر تقول ثقيل نوعا ما؟ صح، بدينا في يناير، شكلنا لجنة منظمة عليا لهذه البطولة، شكلنا مجموعة لجان، لجنة فنية، لجنة التحكيم، لجنة التجهيزات، لجنة إعلامية. هذه اللجان بدأت تشتغل من يناير حتى موعد انطلاق البطولة اللي هو في أبريل. اجتمعنا مع المراكز الشبابية في أكثر من اجتماع، اجتمعنا مع المدربين، اجتمعنا مع الإداريين لشرح لائحة البطولة، بالإضافة إلى استماعنا لملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير هذه النسخة الأولى من الجائزة من الدوري. والحمد لله الكل قاعد يشتغل، اللجان قاعدة تشتغل 24 ساعة من يناير لليوم. إذا الحين تروح ملعب نادي صار تحصل لجان موجودة، انتهت المباراة يستلمون التقارير، يعدون تغريرهم، يستعدون حق المباريات الجاية، وإن شاء الله نتوافق في أول نسخة من هذا الدوري. نعم، بشكل سريع أبو عبد الله، الجهات اللي تعاونت معكم خلال الدوري. إذا تسمح لي أخوي حازم، يعني بهذه المناسبة أبي أشكر الجهات اللي تعاونت معنا. نعم. عندنا مجموعة من الوزارات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة شؤون الإعلام، اهتمامها الكبير بنجاح هذا الدوري. أيضا الاتحاد البحريني لكرة القدم اللي ما قصر بصراحة بتوفير الحكام، بتعاونه معنا، يعني وجود حكام درجة أولى في دوري المراكز الشبابية بروحه مكسب للدوري. أيضا تفاعل الحسابات الرياضية في مملكة البحرين ودعمهم لهذا الدوري. أيضا تفاعل الملاحق الرياضية عندنا في الصحافة المحلية،
اخبار يوميا تقعد تنزل في الملاحق، في الحسابات، في وسائل التواصل الاجتماعي، ونتمنى التوفيق حق الجميع ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح من خلال هذا الدوري. طبعا السيد نوار المطوع مدير اداره الهيئات والمراكز الشبابيه وزاره شؤون الشباب والرياضه، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا. نتمنى لك مره اخرى التوفيق والنجاح خلال منافسات هذا الدوري والظهور باحلى حل ان شاء الله. مشكور اخوي، ما قصرت. الله يسلمك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا، انطلقت صباح اليوم منافسات الاكاديميه الخليجيه للسائقين الشباب، الذي جاء كمشروع رئيسي ضمن جدول اعمال اللجنه التنظيميه لرياضه السيارات والدراجات على مستوى الخليج الشهر الماضي. خلونا نشوف اجواء اليوم الاول من الاكاديميه مع الزميله ساوسان فريدون. الأكاديمية الخليجية للسائقين الشباب بديرة أولى من نوعها، أطلقتها اتحادات السيارات في دول الخليج، وتستضيفها حلبة البحرين الدولية اليوم وغدا، لتتواصل فعاليتها بعد ذلك في مضمار حلبة دبي أوتودروم يومي الاثنين والثلاثاء. وفيما تعد الأكاديمية انطلاقة للبطولات الخليجية وخطوة أولى لمزيد من البرامج الاحترافية لأعمار مختلفة، يساهم الاتحاد الدولي للسيارات في دعم المشروع بشكل جزئي. ويأتي مشروع الأكاديمية من منطلق الاهتمام بفئة الشباب وتنمية مهاراتهم ورفع وعيهم بالنواحي المختلفة المتعلقة برياضة السيارات، من أجل بناء قاعدة صلبة من السائقين الشباب في المنطقة. 12 سائقاً من النخبة جرى ترشيحهم من قبل دولهم للمشاركة في هذه الأكاديمية التي تعد فرصة مثالية لتطوير مهارات القيادة على الحلبات وبناء شخصية السائق في أجواء تمزج بين المعرفة والمنافسة. اليوم اللي موجودين هم أفضل المتسابقين في سنهم، في أعمارهم، في الكارتين. متسابق واحد هو اللي بياخذ البطولة، لكن مهم جدا أن نبني عندهم ثقافة الروح الرياضية، شلون التعامل مع رياضة السيارات، شلون تعامل مع الكارت اللي عندك، شلون تعامل مع وسائل الإعلام، شلون تعامل مع نفسك من ناحية اللياقة البدنية. نبني الشاب السائق من جميع النواحي. جاء وقت لأن احنا نركز على فئة الشباب وتهيئتهم على أساس أنه يكونوا في المحافل الدولية حتى المحلية في رياضة المحركات. تم اختيار على حسب المعايير المعمولة الفئات العمرية اللي هي من 15 إلى 21، بالإضافة طبعا إلى أن الخبرة في مجال رياضة المحركات، معظم اللي تم اختيارهم لهم خبرة في مجال سيارات الكارتينج. والله استفدت معلومات جديدة، معلومات أنا ما عرفت إنها من قبل، والحين بادين بيعلمونا باكر التريننج وايز للسيارات، وإن شاء الله من هذاك بنستفيد زيادة. ومن خلال هذا الدعم يعلموهم ميديا، يعلمونهم الفتنس، يشوفون منه أحسن واحد فيهم في الفتنس. يعني نعرف أنهم متسابقين جيدين، بس نبى نعرف شو دورهم في الميديا، كيف تغذيتهم، كيف يحافظون على لياقتهم البدنية اللي هي طبعا مهمة جدا، وطبعا كيف يسوقون سيارة في الحلبة. فأكيد أكيد بتعطي وايد بالنسبة للجيل المستقبل. هذا إن شاء الله نسميه جيل المستقبل، إن شاء الله إنه يكون في عندنا نجم ساطع في رياضة السيارات. مشاهدينا، التعرف اكثر على الاكاديميه الخليجيه للسائقين الشباب، معنا في الاستديو السيد عبد العزيز الدوادي مدير الاتحاد البحريني للسيارات، والسيد شريف المهدي المدير التنفيذي للشؤون التجاريه بحلبه البحرين الدوليه. يا هلا ومرحبا فيكم، مسي عليكم بالخير والنور والسرور. يا هلا ومرحبا فيك ابو عبد الله. خلينا نبتدي معك في البدايه، نتكلم عن الاكاديميه الخليجيه للسائقين، شلون انشئت واهداف هذه الجمعيه. طبعا اول شيء شكرا على الاستضافه. هذا واجب. البرنامج هذه اساسا طالع من الاتحاد الدولي للسيارات. نعم. هو برنامج على مستوى عالمي، موجود في اكثر من دوله في دول العالم. الاتحاد الدولي نظمه بطريقته الخاصه، واحنا كمجلس تعاون او كمنطقه
لنا الحق في ان احنا ننظمه بطريقتنا الخاصه. نعم. بس طبعا بتصريح من قبل الاتحاد الدولي. فالفكره منا ان احنا نركز على متسابقين دول مجلس التعاون على اساس انه يكون التنافس شبه متساوي. انت لما يكون عندك على نطاق عالمي يكون في متسابقين عالميين، ساعات يصير صعب ان انت تنافسهم، فيكون افضل ان انت تخلي المسابقه نفسها ذي في نطاق دول مجلس التعاون، يكون المستوى كله متكافئ، يكون كله على مستوى واحد. الفكره منه ان بدات اساسا بفكره من قبل رؤساء انديه دول مجلس التعاون، تبنت الفكره مملكه البحرين والامارات العربيه المتحده ودوله قطر على اساس ان هي تنفذ المشروع دي. فتم الاقتراح ان المشروع يوزع على دولتين، مملكه البحرين والامارات العربيه المتحده. مملكه البحرين راح تقتصر على سباقات الحلبه، والامارات راح تقتصر على سباقات الراليات، يعني اللي بيخلص الحين كلهم اللي بيخلصون من هني سباقات الحلبه، سباقات الحلبه بعدين يروحون الامارات، راح ياخذون تقريبا برنامج نفس العمليه بس تابع للراليات. نعم. خلينا بما ان انت تكلمت ابو عبد الله عن دور الحلبات، خلينا نتكلم عن دور حلبه البحرين الدوليه في مثل هذه الفعاليات وخاصه مع هذه الاكاديميه، خصوصا ان حلبه البحرين الدوليه تعتبر هي الحلبة الام في دول مجلس او دول مجلس التعاون وايضا في منطقه الشرق الاوسط. طبعا في البدايه مشكورين على الاستضافه ومشكورين على الدعم. في البدايه بنتوجه بالشكر للاتحاد البحريني للسيارات وطبعا على راسه الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفه، على لانه بدون جهود الاتحاد البحريني للسيارات هذا الحدث وهذه الاكاديميه وجودها في مملكه البحرين كان بيكون صعب. اصلا انه يصير هذا الحدث وهذه الاكاديميه كان شيء مهم للسائقين الخليجيين الشباب، وانه يكون في مملكه البحرين ويصير في البحرين هذا شيء يعتبر انجاز. فدورنا احنا كحلبه البحرين احنا بنكون مقر سباقات الحلبات او التمرين على الجزء الخاص بالحلبات، فبنوفر المضمار، بنوفر السيارات اللي يحتاجونها، وفي بعض الكفاءات معينه في 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 بعض التخصصات مثل الميديا مثل الدرايفنج سكيلز يعني اللي موجوده بتكون بعد بنساعد مع طبعا التخصصات والاتحاد البحريني للسيارات بكل الخبرات اللي موجوده فيه بنساعد في بعض الامور، ولكن الحمد لله احنا فخورين بمشاركتنا في هذه الاكاديميه والحلبه يعني دائما تحاول تكون سباقه في هذه الامور. نعم، ابو عبد الله لو نتكلم شوي عن الجوانب النظريه والعمليه اللي تطرق لها يعني الاكاديميه. طبعا انت البرنامج بعد ما عديناه احنا قلنا يعني لازم نحطه في مكان يكون تكون فيه الصفات والسلامه والامور هذه كلها. طبعا افضل مكان راح يكون طبعا حلبه البحرين الدوليه على اساس ان انت تقيم مشروع مثل ذي. الاساس منه ان احنا تنميه المتسابق الخليجي، رفع قدراته البدنيه، تثقيفه اعلاميا. انت كمتسابق مو بشرط بس تكون تقعد في سيارتك وتسابق، لازم تعرف شلون تتواجه مع الاذاعه، شلون تتواجه مع الاعلام سواء كان مرئي او مقروء او مسموع، لازم تعرف شلون تتصرف معاهم. فهذه بعد له دور عود في كمتسابق او كاي رياضي يعني. بعدين عندنا شلون انت كمتسابق او كرياضي ما تاثر روح ما تتاثر بالمنشطات، ففي محاضرات بعد عن المنشطات، شلون انت تقاوم المنشطات، شلون تبعد عنك المنشطات، شنو الامور اللي انت لازم تتجنبها على اساس ان انت يعني ما تكون في جسمك هاي المنشطات، لان في الاخير انت راح تروح خلال اختبار وممكن جميع نتائجك تشطب وتتوقف يعني الدخول في المتاهات وفي مكان في غنى عنه. بالضبط. بعدين شلون انت كمتسابق لما
تستدعي من قبل القضاء، شلون تتعامل مع القضاء في السباق، شلون تتكلم معه، شلون تتفاهم معه، شلون تتصرف معه، هذه كلها أمور لازم المتسابق يكون على دراية بها. نعم. وطبعا الـ الـ الأساس هو إن كيفية التعامل مع السيارة، كيفية التعامل مع السيارة على المضمار، هذه الأمور كلها بعد من ضمن البرنامج. نعم شريف، من خلال لقطات نشوفها على الهواء مباشرة الحين اليوم ألقيت محاضرة عن كيفية التعامل السائقين أو مع وسائل الإعلام. نعم. إلى أي مدى تكون وسائل الإعلام خطرة على السائقين؟ وطبعاً وسائل الإعلام في منتهى الأهمية والميديا في منتهى الأهمية في رياضة السيارات، وكلنا شفنا أهمية الميديا في رياضة السيارات وفي جميع وسائل الإعلام، يعني سواء كان المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو حالياً السوشيال ميديا، مثل ما حين نشوف السوشيال ميديا أول شيء بتخدمونه في برنامج الملعب، يعني هو ماكل الجو في بالضبط في الساحة حالياً. بالضبط. فكان الهدف من المحاضرة اليوم إن إحنا نوضح أهمية الإعلام ومدى تأثير الإعلام على مسيرة السائقين. هذه نقطة. النقطة الثانية مدى أهمية التواصل ما بين السائق ووسائل الإعلام وأخصائيين الإعلام، يعني أنت صحفي أو كاميرمان أو تكون مصور أو أي شيء، شلون تتواصل وياه، شلون تتكلم وياه، شلون تطلع الكاميرا، شلون تطلع الريبورتر، كل هذه النقاط وايد مهمة. كيف تتعامل وياه؟ لأنه يعني نقطة في غاية الأهمية إن أنت ما تهمل أحد، يعني مسيرتك الرياضية مو قصد إنه يهمل، ولكن إحنا متعودين نتجنب الكاميرا، نتجنب الإعلام. بالضبط. هذه مشكلة السواق عندنا ومشكلة الرياضيين بشكل عام. بالضبط. هذه نقطة يمكن أثرناها اليوم في المحاضرة، إنه هذه مو بعد، هذه جزء من مسيرتك الرياضية اللي أنت بتحتاجها على مدار المسيرة. أنت بتحتاج إن يكون الإعلامي وياك، بتحتاج إن الإعلامي يقدمك للجمهور. بدون الإعلامي، بدون التلفزيون، بدون الجرائد، بدون كل هذه ما بتكون موجود، ما بتقدر توصل للجمهور الرياضي. لازم تكون موجود لأن الرسالة بتوصل، فيا الرسالة توصل زينة وأنت تقدم صوتك وتقدم رأيك، يا بتوصل بدون ما تكون موجود. فهذا اللي حاولنا نوصله اليوم، وأعتقد إنه يعني يمكن الشباب يمكن للحين صغار وما يعني ما تعرضوا. حلو لما أنت تدخلهم في الأجواء من الحين وتعيشهم التجربة. بعد قدرنا إن إحنا نعطيهم أمثلة من سائقين عالميين، وسواء كانت أمثلة جيدة أو أمثلة مثلا يعني شوية كان فيها مشاكل سيئة، يمكن حتى يشوفوا الفرق شلون التعامل السيء مع وسائل الإعلام سوى مشاكل للسائق، وشلون التعامل والآثار السلبية والإيجابية لكلا الجانبين. أبو عبد الله، الجهات الداعمة من خلال الاتحادات دول مجلس التعاون وأيضا الجهات الأخرى لهذه الأكاديمية لتنشيط سواق دول مجلس التعاون وأعطائهم الفرصة الصحيحة. طبعاً مثل ما في البداية ذكرت أن الاتحاد الدولي هو أساساً اللي أطلق ذي المشروع. فأنت كدول مجلس التعاون أو كإقليم أو كمثلاً قارة تقدر تقدم حق الاتحاد الدولي مقترح كامل أن أنت والله راح تقيم برنامج الأكاديمية مثلاً أو أي برنامج وتقدمه للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي يقوم بدراسة البرنامج دي ويقيم أنت من اللي راح يستفيد من هذه البرنامج، وفيها شروط، يعني هل أنت كبلد بس راح تستفيد ولا راح تفيد بلدان أخرى معاك، وهل بلدان الأخرى هل راح تستفيد منها يعني أكثر من جهة وأكثر من شخص. بعدين يقيم لك المبلغ، يقول لك والله تفضل هذه مبلغ وقدره لإعداد البرنامج وأنك تنفذ البرنامج. نعم. فإحنا هذا اللي صار بالضبط. الإمارات العربية قدمت البرنامج عن طريقها هي للاتحاد الدولي، وبالفعل تم تخصيص مبلغ من الاتحاد الدولي للإمارات العربية المتحدة، وتم توزيعه بين البحرين وبين الإمارات. نعم. بس أبو عبد الله قبل الله أختم معك،
شنو المعايير اللي تخلي يعني اللي يتخذها الاكاديميه علشان يحددون الفائز او المتسابق الفائز؟ وايد امور، يعني انت ما تتكلم بس عن متسابق يقعد في السياره ويسابق، لا تتكلم عن ادائه، هل هو شعبي يتحدث مع الكل، هل هو انطوائي، شلون ردوده، شلون هل في انسجام مع البرنامج، في مشاركات، ففي وايد نقاط يعني لازم يكون هو متمكن منها، لياقته البدنية، كيفية قيادته للسيارة، فوايد أمور احنا يعني قايلين لهم أنت من تقعد الصبح من الريوق لغاية العشاء أنت محاسب. في عندنا ناس يعني معايشينهم حياة المتسابق. اي يعني يقوم الصبح ناس من فريقنا قاعدين يتريقون معاهم ويراقبونهم وين يقعد مع من قاعد، هل قاعد بروحه، هل مع جماعة قاعد، يلحلبه في الباص وين قاعد، هل قاعد بروحه عازل نفسه، هل اجتماعي، هل قاعد يسولف، العشاء في الليل في ناس قاعدين معاهم هناك يراقبونهم يشوفون شلون يتصرفون، وكلها تقييم، هذه كلها تنحط في الأخير يعني علامات، يعني معايير مختلفة. طبعاً. عموماً احنا نتمنى لكم كل التوفيق، طبعاً السيد عبد العزيز الدواري مدير اتحاد البحرين للسيارات والسيد شريف المهدي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بحلبة البحرين الدولية، كل الشكر والتقدير على تواجدكم معنا، منياتنا لكم كل التوفيق إن شاء الله خلال هذه الأكاديمية. مشكورين أنتم بعد، شكراً على تواجدكم معنا ووجودكم دائماً موجودين، والشكر صراحة موصول لحلبة البحرين الدولية دائما، يعني انا شهادتي يمكن مجروحه في حلبة البحرين الدوليه، لان احنا والحلبة نعتبر فريق واحد، منظومه واحده، يعني فريق واحد، احنا دائما نعمل كفريق واحد، بس يعني جهودهم واضحه في تطوير الرياضه مع الاتحاد البحريني، وجهود ايضا الاتحاد واضحه طبعاً مع طبعاً حلبة البحرين. كل الشكر والتقدير لكم، وموفقين باذن الله. شكرا. طبعا مشاهدينا وصلنا معكم الى فقره خليك فت، تقرير اليوم راح يكون عن التدريب في الجيم والمعدات الخاصه بالاطفال. خليك فت مع حمد فرقان. مرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة خليك فت. طبعا تعودنا في الحلقات السابقة نتكلم عن الجيمات الخاصة بالكبار، اليوم حلقتنا راح تتكلم عن الجيمات اللي خاصة بالأطفال، وهذه مشروع جديد، خلنا نشوف هاي الحلقة مع بعض. اسمي نوفا محمد حمزة وأنا صاحبة جيم كيدز جيم. طبعا شلون جاتك هذه الفكره ان تسوين جيم للاطفال؟ طبعا تعودنا انه يكون في جيمات للكبار، طبعا فكره جديده في البحرين، شلون جاتك هذه الفكره؟ والله عقب ما سوينا بحث وقعدنا نشوف يعني اليهال في هالسن اللي من 5 ل 15 سنه، يعني هذا السن ما في لهم جيم معين او مكان يعني هذه، وغير انه يعني لقينا فيهم يعني نسبه كبيره من السمنه والامراض، اغلب اليهال يحبون يقعدون في البيت، ما عندهم الا يلعبون في البلاي ستيشن والفيديو، قلت الحركه بعد ظروف الحياه والروتين اليومي حق كل العوائل يتغير، اي فتشوف الياهل محكور في البيت اكثر ما هو يطلع ويتحرك ويحرق طاقته، ما في، فمن كذي طلعت هاي فكره الجيم. شلون تشوفين أهمية أن يكون عندنا جيم مثل هذه؟ يعني نشوف مثلاً أطفالنا متعلقين بالفاست فود، متعلقين في الفيديو جيمز، وشنو أهمية أن يكون عندنا صدق مثل هذه المشاريع؟ صراحة مهمة جداً، بس أنت كأول ما ابتديتي هذه المشروع شلون كانت بالنسبة لك الأهمية كانت شلون؟ والله أهميتها كبيرة، شوف الياهل أنت تعلمه شلون يضبط حياته، شلون يضبط نظامه، بتخليه في البيت بيعود لك بلاي ستيشن والألعاب وهذه كلها، عنده الحرية في يده تليفون ممكن يطلب الجنك فود من أي وقت، لكن إذا علمته على أسلوب حياة فيها رياضة وفيها إنه يهتم في صحته ويهتم في يعني في صحته زين، فمن كذي يعني لما الأهل لما يبون عيالهم في الجيمات ويعلمون مع الرياضة يصير عنده وعي من صغرته بأهمية الجيم، ليش ننتظر لين يكبرون ويصير عمرهم 16 سنة بعدين يعني شد، يعني ما بيقول ان الوقت متاخر طبعا، لا يقدرون طبعا في اي سن الواحد ممكن انه يضعف او يهتم في جسمه وذي، بس نبتدي من سن الطفوله احسن من ما نتاخر لسن بعد سن البلوغ.
اقبال مثل ما قلنا الاولياء الامور اقبالهم شلون كان على يعني يمكن بيكون صعب بالبدايه ان يتقبلون ان في جيم يمكن حضانه وراضه ومتعودين عليها لكن جيم شيء جديد كان بالنسبه لهم شلون شفتي الاقبال؟ والله الاقبال وايد زين بالعكس يعني لان الاهالي نفسهم بروحهم عندهم هالوعي هذه ان اهميه الرياضه والجيم وهاللون فبالعكس يبون يعلمون عيالهم ان اسلوب الحياه فيها رياضه فيها حركه ويعني والتنظيم في الاكل يعني كل شيء لازم يكون له وقته ودي فبالعكس انا اشوف ان الاهالي عندهم هالوعي ذي طبعا فكره مميزه وش رايك نشوف بعض الاجهزه اللي عندكم يعني اي تفضل هذه الاجهزه مخصصه للاطفال يعني مسويينهم من المصنعيه انه بحيث الاوزان طريقه سحب الوزن نفسه مو بانه يكون ثقيل عليها شويه هيدروليك في بطء وفي يعني انه يناسب مناسب وما يكون ثقيل يعني في نفس ما في ثقل ومناسب حق البون ستراكشر والعضلات اللي يعني حق الاطفال لما نشغل الجهاز ستارت اول شيء يراوي الحركه فهو لازم ينافس الضوء الاحمر فهو لازم يمشي معه وبعدين وطبعا في سرعات وفي الكاونت ممكن يعني نتحكم فيه ممكن نزيد نقلل والسنسر مثلا اذا خليته مثلا يقعد وضعيه خطا كذي وهني هم هني في الصوره يبين مكان الخطا اذا يعني هني وبعدين حتى في الشاشه في وين الخطا يراوينا هل هو في الظهر او تحت طبعا ممتاز صراحه نوفا يعني هذه مشروع نشجع عليه الاولياء الامور انهم يبون عيالهم هني مشكور على الاستضافه طبعا هذه اعزائي المشاهدين نهايه حلقه خليك فت في هذا الاسبوع ان شاء الله نشوفكم في حلقات ثانيه طبعا شكرا للزميل العزيز حمد الفردان اللي دائما يحب يعطينا اشياء جديده في عالم الكروسفيت مثل ما فقرته هي اسمها خليك فت تروح الجيم هاني عادته في البيت بس شنو عشاك اليوم اخذنا الجيم وجبنا الجيم في البيت يعني محافظ رياضه ولا وتغذيه ولا بس لا شوي يعني شوي شوية رياضة على شوية تغذية ونشوف لوين ممكن نوصل. إنزين أولاً مساء الخير هاني. خلينا أبرز النتائج اليوم لأن أحس إنه ما في وقت. على طول ما في وقت. ريال مدريد. ريال مدريد هاي أبرز النتائج ريال مدريد فاز بصعوبة فوز قاتل كان كالعادة مثل يعني السيناريوهات اللي يحبها ريال مدريد دائماً. يعذب جمهوره ويفوز في النهايه اليوم ما كان سيرجيو راموس كان ما توقعت يطوفون اليوم كان مارسيلو رغم انه فالنسيا بصراحه ما قدم اداء كبير اليوم لكن في النهايه ريال مدريد حقق المهم حقق المطلوب وفاز 2-1 على فالنسيا اتلتيكو اكتسح لاس بالماس 5-0 اسبانيول وبرشلونه في هذا الوقت تقام المباراه قبل ان ندخل السولي كانت 0-0 موناكو قلب التاخر امام تولوز الى من 1-0 الى 3-1 وبايرن حسم لقب الدوري الالماني اليوم للمره الخامسه على التوالي بالفوز 6-0 على فولفسبورغ يمكن هذا حسم اللقب والتتويج بهذا اللقب كان في وقت صعب جدا بالنسبه لبايرن اللي ودع دوري ابطال اوروبا ضد الريال ودع كاس المانيا ضد دورتموند كان في فتره شك لكن اليوم فاز وحقق على الاقل طلع بالدوري الدوري الالماني نعم هذا من الماركة مارسيلو أنقذ الحياة بالنسبة لريال مدريد فعلا اليوم المباراة كانت مثل ما قلنا ما كانت توحي أن فالنسيا ممكن يزعج ريال مدريد اليوم لأن كل المباراة كانت تقريبا من طرف واحد صح ريال مدريد ما صنع الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل لكن واضح أن المباراة كانت one side game مثل ما يقولون مباراة من طرف واحد وفاز فيها ريال مدريد رغم الصعوبة بس نوعا ما فالنسيا قدر يعني الهدف من يوقف وجه ريال مدريد كان من كره ثابته من باريخو ودائما كان الخوف من هذه المباراه ان فالنسيا عنده مواقف في السنوات او المواسم الاخيره مع ريال مدريد خصوصا في نهايه الموسم انه ينهي حظوظ دائما ريال مدريد كان يسمعك حمد الشملان في المنافسه على اللقب لكن اليوم الريال فاز وحقق انتصار مهم اكيد في هذه الفتره اللي الخطأ فيها ممنوع بالنسبة للريال أكيد. وبالنسبة أكيد لبرشلونة
شو الخبر اللي بعده؟ الخبر اللي بعده كريستيانو أصبح اليوم الهداف التاريخي لكل البطولات الأوروبية الست الكبرى بتسجيل الهدف رقم 367. اليوم سجل كريستيانو هدف، الهدف الأول لريال مدريد، وأضاع ركلة جزاء. نتابع الصورة اللي بعدها، دييغو ألفيس أكيد هو ساحر ركلات الجزاء حازم. في قصة غريبة بينه وبين ركلات الجزاء حتى اليوم، يعني مجرد حسب احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد كنت أقول حق الجماعة اللي وياي دييغو ألفيس راح يشيلها، وفعلا شالها. هذا إحصائية لدييغو ألفيس، تصدى ل 12 ركلة جزاء في الدوري الإسباني من موسم 2012-2013، أكثر من أي حارس آخر في البطولات الخمس الكبرى. نعم، تشوف الخبر اللي بعده. نروح لأبرز الأخبار الأخرى. بكرة أكيد كل الأنظار راح تكون موجهة لديربي شمال لندن، توتنهام وأرسنال، ديربي حاسم للفريقين، لتوتنهام اللي صار على اللقب، وأرسنال اللي يبحث عن التمسك بالأمل للفوز بأحد المراكز، أما الثالث أو الرابع لدوري أبطال أوروبا. بوتشيتينو يقول أن تركيزه الوحيد على توتنهام، على الصراع على اللقب، ما يفكر أبداً شو اللي راح يصير بالنسبة لأرسنال. وهذه تصريحات أكيد واقعية جداً لتوتنهام على الأقل هذا الموسم، لأن هذا الموسم أكيد طموح توتنهام أكبر من أنه يجتاز أو يتخطى أرسنال في جدول الترتيب. نعم. أرسن فينجر شو يقول؟ يقول إنه زمان كان النهاية إنهاء الدوري في مركز أفضل من أرسنال ما يهم ولا هو أولوية بالنسبة لأرسنال، لكن هذا الموسم أكيد راح يكون أولوية. ليش؟ لأن مسألة اجتياز توتنهام في الترتيب تعني بأن أرسنال ممكن حتى ينافس على اللقب، لكن هذا الشيء ما راح يصير أبدا، لأن توتنهام أفضل بمراحل هذا الموسم عن أرسنال، وبعيد توتنهام عن أرسنال. مجرد فوزه بكرة في الديربي راح ينهي، متى راح نشوف أرسنال يرجع ينافس؟ ما أعرف، كل موسم نقول هذا الموسم، لكن الأمور ترجع. يمكن لين راح فينجر. ممكن ولو أن فينجر ما يتحمل أتصور كل المسؤولية فيما يحدث في لأرسنال. هذا أنطونيو كونتي يقول أن ما في أي ضمانات من أجل استمرار إيدن هازارد في تشيلسي. نعرف بأن هازارد عنده عروض أكيد من أكبر الأندية الأوروبية، وأبرزها أكيد ريال مدريد. فبالتالي أنطونيو كونتي يقول أن مسألة استمراره من عدمها غير واضحة لحد الآن بالنسبة لإيدن هازارد. نعم، نشوف الصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة، مورينيو يقول هو جاهز أنه يلعب بسبب أزمة الإصابات اللي عنده. مثل ما قلنا في حلقة يوم الأربعاء أنه في سلسلة إصابات غير طبيعية في مانشستر يونايتد في فترة، هو يعني في أحوج لأي لاعب، لكل لاعب من اللاعبين. سمولينج، جونز مصابين، هذا بالنسبة لخط الدفاع. بالنسبة لخط الوسط، بوجبا وماتا وفيلايني مطرود في مباراة الديربي، وإبراهيموفيتش مصاب. فكم كبير من الإصابات اللي عند مانشستر يونايتد. فمورينيو يقول في النهاية يعني راح يضطر إنه يلعب في يعني تصريحات غريبة من جوزيه مورينيو. شكرا لك هاني، يعطيك الصحة والعافية. نلقاك إن شاء الله بكرة في أخبار جديدة ونتائج جديدة. شكراً. طبعا مشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم برنامج الملعب. نلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الوقت. مع السلامة.